سورة الكهف. سورة الكهف من السنة أن يقرأها الإنسان في كل أسبوع مرة، والأفضل أن تكون يوم الجمعة. لكن إذا فاتتك فلم تقرأها يوم الجمعة، أو تعرف أن عندك أشغال لن تستطيع أن تتفرغ لقراءة، اقرأها قبلها بيوم أو بعدها بيوم أو بعدها بيومين أو الثلاثاء أو الأربعاء، المهم اقرأها في الجمعة، أي في خلال الأسبوع. الأولى أن تقرأها يوم الجمعة، لكن إذا لم تستطع أن تقرأها يوم الجمعة أو فاتتك أو نسيتها لا تتركها، قرأها السبت، قرأها الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، أو قرأها قبلها بيوم، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم أنه لا يمر أسبوع إلا وأن تقرأ سورة الكهف. تفضل.